الرئيسي اللي هو عندنا نوع من انواع الباستا اللي هي تورتليني. حبيت نهضر لكم برك على الانواع المتشابهه للتورتليني. هذا نوع اسمه تورتليني. عندنا البانزاروتي، البانزاروتي اللي هو يشبه نوعا ما رافيولي، وعندنا لينيوكي. هذه الاربع انواع تعتبر من عائله واحده لانها تكون محشوه سواء بليزيبيناغ سواء بالفروماج الريكوتا او فروماج اي نوع من الفرماج يعني. وهادو جامي نغسلوهم. باستا سيدتي نصيحه لوجه الله انها ما تغسلش باستا. عندنا نوعين من الباستا يتغسلوا اللي هما الفارفيلي، يقولوا يا دي شيف يقول لك الفارفيلي. علاش الفارفيلي؟ باسكو رقيقه رقيقه وراح تلصق مع بعضها. وكاين اللي يقول لك الرافيولي في حالات في وصفات معينه نغسلوا الرافيولي، اما باقي الباستا سيدتي ما نغسلوهاش. دونك لهذه الوصفه واش نحتاجوا؟ نحتاجوا كميه من التورتليني، عندنا سيدتي ليمون، وعندنا البوالوغ اللي عيطولو هنا باللهجه العاصميه القلوقلو. هنا سيدتي حبيت نخير لك حبه فوالا. الوغ كي باش تعرفي البوالوغ سما باش تعرفي بلي راه في حياه. لو كان الكاميرا يعني تقرب على اقصى درجه كي نخبط هكذا فوالا اي تغلقت، صافي دير مازال فيها حياه وتقدري تاكليها ما تخافيش منها. الوغ عفوا على واش نحتاج؟ نحتاج شويه بصل، ونحتاج فلفل احمر، فلفل حار، طماطم مجففه، وعندنا فلفل الوان تقدري تستغني عليه بالنسبه هذه للسلطه. ونحتاج كريمه سائله خاصه بالطبخ. عندنا دبشه ومعدنوس، عندنا بازيليك اللي هو الريحان، سيترون قارص، ليمون، وعندنا ثوم، وعندنا للتزيين عندنا صنوبر، وعندنا بارميزون، وعندنا فروماج روج. الوغ نبداو على بركه الله كيفيه التحضير، ومن بعد نزيدو نكملو نسميو المكونات الاخرى تاع السلطه. الوغ الماء ديالي او يغلي، في هذه الحاله واش نزيد؟ راح نزيد شويه زيت، نزيد شويه ملح. الملح زيدي كميه شويه. ونحطوا تورتليني. طيب كاينه حاجه تري امبورطون، الباستا كي نطيبوها جامي نغطوها، نستنوا برسك 30 سكوند 45 سكوند ونحركوا. درك ننتقلوا باش نديروا البوالوغ اللي هو قلوقلو مع ليمول. نجيبوا المغميت شويه غامقه. الوغ نبقت النار، نبقت معناتها نشعل النار، حنا في قسنطينة نقولو بقت. الوغ واش راح ندير؟ سي با لابان نقلي الزيت والبصل نو سي فو. الوغ نحط الكمية ديالي. نضيف شوية بصل بهذه الطريقة، شويه فلفل احمر باش يعطيني اللون ومذاق، شويه فلفل حار فوبا كو جو توش افيك ميما، نحتاجو شويه فقط شويه برك للنكهه، نسحقو شويه ثوم. شويه زيت زيتون، ماذا بكم تطيبوا الباستا طيبوها بزيت زيتون احسن يعني مستحسن. طبعا شويه فلفل كحل لسان كبير، انا ما يخطونيش باسكو بنان، مي تقدري تستغني عليهم وتستعملي فلفل كحل عادي. شويه فواكه بحر حاجه خفيفه. طبعا شويه دبشه وشويه معدنوس. طبعا عصرة قارص، نروح القارص لداخل
ونغلق. ودركا ننتقلوا باش نحضروا السلطه تاعنا. عندنا لا كريفيت كومباس. كي نحضروا لا كريفيت كومباس الوغ واش نديروا؟ نفتحوها من هنا فقط باش تشوفي تلاحظي معايا. نفتحوها من هنا وكي نفتحوا نصيبوا الامعاء. هذه سيدتي هذه جامي نديروها في الماكله ديالنا. سيتين غروند اونت. دونك لازم نحيو الامعاء نتخلصوا منهم. وكاينه عده طرق باش نتخلصوا بالامعاء. يعني كاينه طرق ما كلها نفتحوا. راكي تشوفي هنا المعده تاعها راهي معمره، سما راهي واكله. ولا لقيتي الماكله الفيل تاعها المعده تاعها ترونسبارونت، سافي دير مسكينه ما كلات والو. فوالا بهذه الطريقه. لاحظي معايا سيدتي. فوالا هكذا حتى نكفي كاع الكميه. فوالا فقط نحرك راهم تفتحوا. رائحة البحر ما شاء الله. راهم تفتحوا سيدتي صافي دير هكذا طابو. نزيدو لهم شويه برك بس كاين حبه ما تفتحوش. حطوا شويه زيت الزيتون. هو لو كان يعني كاين زيت السمسم سي بوكو ميو. الوغ نزيد شويه زبده، كميه فقط صغيره. الوغ واش ندير؟ ندير دبشه، نديرو ريحان. الملح ديري كميه خفيفه باسكو الكريفات قشريات وتخبي شويه ملح تاع البحر. ومادا بيك ما تغسليهاش بيان بيان كوم الفو حتى تخلصي منك هذيك. على في هذه الحاله نحط الكريفات كومباس. فقط نقص النار. لا كريفيت كومباس تحكم 3 مينوت على الجانب و 3 مينوت على الجانب الاخر. باسكو سي ان بو رويال سي با فريمون كومباس باسكو لا كومباس تجي كبيره على هكذا شويه. في هذه الحاله كي يتفتح كاع سو كيفاه راهو طاب. هلا واش نزيد؟ نزيد ان بو دو صوص دو صوج. رانا نشوفوا فيه راهو طاب. ليمول مازالوا حبات ما تفتحوش، نعطي لهم جوست اون مينوت با بلوس. نوجدوا السلطه نتاعنا. نجيبوا اون تري بيل اسيت. الوغ اون فا دريسي نوتر بلان. نوجدوا البلا تاعنا ومن بعد اون فا فير اون فينيغريت. سي اون سالاد تري سامبل اي ريش ان تي بو. فوالا بهذه الطريقه. هادو سي لي ايبي دو مايس. نقلب لا كريفيت ديالي. سي ميو تستعملي يديك باش ما تطيرش.
الوغ قلبوها بهذه الطريقه، خاصك راهي طابت. الوغ التورتيليني تاعنا ثاني راهي طابت، باسكو التورتيليني ما تديش شويه وقت. الوغ كاسكون في فوالا ديريكتومون من لا مارميت، لا صوص اللي راكي راح ديري فيها، سواء فيها وجه بحر ولا صوص بولونيز ولا نابورت كيل صوص، مي جامي نغسلو الباستا ارجوكم. الخفيت تاعي راهي وجدت، نحاها من على النار. الوغ هذه الحبه الاخرى، وزيد كاينه واحده برك، لازم تصبروا معايا حتى نخرجها، حرام نخليهم وحده. فوالا صبتها سي بون، هذا ما نحتاجوش. هذا الثاني ما نحتاجوش. على واش نضيف هنايا؟ راح نضيف شويه معدنوس، راح نضيف فروماج غابي نوع عليها بغيتيه انتيا، راح نديرو شويه دبشه سي نورمال، وللون راح نديرو شويه جوست باش نهز النكهه وتجيني بنينه. ونخلط دركا، نزيدو شويه بارميزان، نزيدو بزاف كميه ما شاء الله عليها. وهكذا البلا تاعنا وجد. والله شهاني ما شاء الله، راهو جد. شويه بازيليك نحطوه في المره الاخرى، باستا تحب البازيليك ما شاء الله. سي بون نكملو، نخلوها ترتاح. جبدو هادو شويه باش يبانو لي بي دو مايس، معليش نزيد وحده باش البلا تاعك يجي بيان غارني. فوالا نديرو لاصوص ديالنا، بتيت صوص لا سالاد. الوغ لو فون لي قاعد لي سي الي امبورطون، ما نرميش باسكو فيه كل النكهات. راح نزيدلو شويه زيت زيتون، وراح نزيدو شويه قارص. الوغ جبت قارص من الثلاجه، عصرو شويه حبه قارص، فوالا هذه سلطة بالفواكه البحر تاكلها بالصحة والهنا. اون فا دغيسي نوتر دوزيام بلا اونسومبل. الوغ نجيبو تخي بال اسيت، وتكون هنا اسيت سامبل باش يبان الطبق باسكو هو غني بالالوان. نزينوها شويه بليمون، ديري لا توش تاعك سيدتي، ومهما كانت يعني بسيطه راح يسعد بها الزوج تاعك. المهم تكون اللمسه ديالك انتيا، ولا ديري اللمسه ديالي الا عجباتك. راني نحوس لك على دي كولور. فوالا حنسربي لك شويه بتيت صوص. صدقيني هذا طبق يعني للاطفال، مام للضيوف،
يعني ما شاء الله غني 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 بالفيتامينات بروتينات، يعني فواكه البحر ما شاء الله. هلا واش نديرو؟ نديرو شويه بارميزان من الفوق بهذه الطريقه، نزيدو شويه فقط للون. نزينوها بالصنوبر. حبيت شويه برك نضيف شويه لون، شويه فلفل احمر. مشاهدينا من مطبخ ندى توجان، جبنا لكم اليوم طبقين عبارة عن مقبلة وطبق رئيسي. بالنسبة للمقبلة كنا حضرنا كريفيت رويال، مع درناها كسلطة مع ايبي دو مايس، فوالا تقدري تشريهم تزيني بهم ومام طون بنان وحلوين، وكنا زيناها مع بعض ودرنا شفنا طريقة التحضير لحظة بلحظة مع بعض. وكطبق رئيسي كانت معنا تورتليني بفواكه البحر، كنا استعملنا ليمون والقلوقلو باللغه العصيميه البوالود، كنا زيناها بالصنوبر. وان شاء الله سيدتي هذه الكيفيه تنال اعجابك وتكون في مستواك انت سيدتي. وما بقى لي غير نقول لك تاكليهم بالصحه بالهنا، ونشوفك سيدتي. فقط قبل ما نشوفك لازم تبقي وفيه لبرنامج من مطبخ ندى، راح تشوفي ان شاء الله وصفات جديده، ديزاستيس جدد، افكار جديده، ان شاء الله تكون اعجابك ونكونوا احنا في المستوى. مع ألف ألف سلامة وتكلم بالصحة والهنا.